في مشاركة 600 طائرة من جميع أنحاء العالم، تم افتتاح معرض شنيانغ الدولي الثامن للطيران يوم الجمعة 16 من أغسطس الجاري بمدينة شنيانغ من مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين. وتم عرض أكثر من 100 طائرة حديثة الطراز في منطقة العرض، متاحة للزوار لإلقاء نظرة قريبة عليها أو تفحصها. كما أيضاً أتيحت الفرصة بالاستمتاع بتجربة شخصية على متن طائرة ثابتة الجناحين أو القفز بالمظلات. واستمتع الزوار أيضاً بعروض رائعة قدمتها فرق بهلوانية دولية باستخدام مروحيات، طائرات مقاتلة، طائرات بدون طيار، وطائرات شراعية.